de l'environnement, diversification et valorisation du produit aquacole. هذا التظاهرات تنظم عبر جميع موانئ الوطن في هذا اليوم بالذات. احنا الخصوصية تاع ولاية الجزائر اننا بدينا هذا النشاط من 1 جوان الى غاية 5 جوان بعديد الانشطة ثرية مع مختلف الشركاء، خاصة الجمعيات المهنية، جمعيات ونوادي الغوص ومختلف مديريات ومؤسسات الولاية. لابد من الاهتمام بالبيئة البحرية، لماذا؟ من اجل اعادة التنوع البيولوجي البحري، اعادة تكوين الثروة النباتية والحيوانية البحرية، وبالتالي تجدد الثروة السمكية وديمومة هذه الثروة للأجيال اللاحقة.